بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ المصنف في رحمه الله تعالى: ودام النفع به وبالدارين رضي الله عنه، أسمى ولمعمول الصفة المشبهة ثلاثة أحوال. إنايو لمعمول المشبه حالين غابي تاتو أحدها الرف، يقوانزني رف نوانزابو تجيب بطيلي من نزورين. نحو مررت برجل حسن وجهه، مررت برجل حسن وجهه، أصحابه مرفيشانين إلى معمول يصفة المشبب وجهه. ناسو كي رفيشة أسمى وذلك على ضربين، نقوصن بولين بيلي. أحدها الفاعلية، هو مرفيشة كما نفاعل قبل وجهه نفاعل نيني يحسن، ومتفق عليه ناي كولين نيني متفق عليه. وحينئذ بس نقطه هو وكيريب كبن فاعل، فالصفه الى صفه خاليه من الضمير تكون مبقنا ضمير هين ضمير الى صفه مشبهه قوانيني هين ضمير قوانين هين ضمير، لانه لا يكون لشيء فاعلان. تشميلز جانا هنا جتنا هو ليش صح. الثانيه بيلي الابدال الى وجهه يفني بدل إلي ربي أقوانزا نيني نفاعي سيو هي بيلي كفاني نيني نبادل بدل نيني من ضمير مستتر في الوصف كوني شكو بيلي كتك وصف وصحابة تقولين ضمير وقتو كفاني إلي معمول نفاعي وصف هنا ضمير إلي معمول كفاني بدل إلي وصف تقولين ضمير نايد تكون مبدل منه إلي وجو تكون بدل نايد تكونيني إلي ضمير مبدل منه. أجاز ذلك الفارسي، أما جزء شهير ناني الفارسي أبو علي الفارسي، هو يقول كما شيخ ذاك ناني ابن جني، ابن جني إن يسا ابن جني لا ابن جني يتنك جني أو جني كتك ما يبقى يعني سيب توتوا جيني يعني اللي يعني كبيلة فلان وانا إلي جي جني فاهم، لكن سكراب وانا إلي جي سيو نوديكا جني واضح. هو يقول كتك ما فيلسوف كي ولغة أنا كتابه فيزوري سانا موجة منصف شو صرفة كتابه فيزوري سانا يكون خصائص كتابه في فيك اللغة اللي نني كيشاناني سر صناعة العراب يعني تشاكي asa huyu Abu Ali al-Farisi asema yawezekana kulibu nini ni badal na mubdal minu ile nini dhamiri katika sifa mushabaha wa kharaja alayhi qawlu ta'ala na kai kharaji na Mwenyezi Mungu kwa hii rabu mkomo nini ameitaka yeye amewafiki yeye kama ndali yake asema jannati adnin mufattahatan lahum al-abwab jannati adnin مفتحة لهم الأبواب. فقدر في مفتحة ضميرا مرفوعا عن يا ابن الفاعل. يي أبو علي فارسي الفارسي هو أمقدر كتك مفتحة أمقدر كنا ضمير يعني مفتحة هي مفتحة هي يعني أقدر كنا نيني كنا ضمير نهي ضمير نمرفوع على النياب الفاعل يعني النائب الفاعل يمرفشكم النائب يا فاعل ثم فتحت مفعول مفعول وقدر الابواب مبدله من ذلك الضمير كيش قدر يعني الى ابواب نبدل الى ضمير الى بدل بعض من كل بدل بعض من كل شيخي ها ميتاجا تحكم بينغا بلا كتير كتير فينغا تحكم بينغا نعيدو من بينغا شيخناني هذا الفارس لكن ها ميتاجا تو كل ابن الفارس ده نمنا فيدي أفو يتخرج ياكي. الوجه الثاني وجه وبيلي النصب وجه كوزا كونيني الرفع نرفع كونا سبولين بيلي كونا فاعلية نكونيني على البدل. الوجه الثاني النصب نكون نصبيش لني معمول يصفة مشبهة فلا يخلو إما أن يكون نكرة
كقولك وجها أو معرفة كقولك الوجه وقت كده سبيشة بس المعمول مو جاكر كبير إما إنه كو نكرة هنا أل أو إنه كو معرفة هنا أل مررت برجل حسن وجهه صح يدونين وجهه كوان زي يعني ورفيش هي إما ولفاعل أو نيني لبدر يبيلي مررت برجل حسن وجها أو مررت برجل حسن الوجه حسن وجها أو حسن الوجه من فجانين يب ومن أسبيشة نقول أسبيشة إما وتي نسبيشة بلا كتيا آل أبو أنه فجان أكيرا أو تيتيا آل تفجانيني معرفة واضح الوجه الثاني النصب فلا يخلو إما أن يكون نكرة كلك وجها أو معرفة كلك الوجه ساسا فإن كان نكرة فنصبه على وجهين يكون نكرة كما هي سيو نصبه على وجهين كون نصبيشو أن يكون جنبيل كما أقول هي كون فش كون جنبيل سيو فاعلية البدلية سيو لكن نصبيشة كون نكرة كون جنبيل كون كيفانيا شبيب المفعول به نكون كيفان تميز لو بس أحد يقول التمييز وهو الأرجح عنده راجح زيد كفانيني للتمييز مررت برجل حسن وجها تقول وجها نيني تمييز والثاني أن يكون منصوبا على التشبيه المفعول به جي أبيلي كبانيني وسيما وجها ني منصوب على نيني على كونه شبيب المفعول به ينسبيش كما ني مفعول مفعول به وليس سيما مفعول به بسبب هينو صفه مشبهه يمتلغه كفعل لازم الفعل لازم يتك مفعول به فصو قد ينسبيش وكيف وكيف مفعول لازم في مفعول تفهم مفعول مفعول يم فنان ن مفعول بسبب ذلك سيما فيلي بسبب فيلي يتك مفعول فيلي ني هيتك مفعول واضح بسبب يسمى حسونا حسن زيد تلقى مفعول تلقى مفعول ستذكر صفة مشبهة ويزوك نسبيشة وكيف هانيشة نيني نمفعول ساسا فإن كان معرفة إكيوني معرفة ومن نسبيشة معرفة نقال تعين أن يكون منصوبة على التشبيه مفعول به بس تلزيمه وينسبيشة ومن فعل نيني نمفعول به ونيني لأن التمييز لا يكون معرفة وصوت التمييز هاي ونيني معرفة خلاف الكوفيين كيما شاوما كوفيين كوفيين شاوما نقول جزء منيني معرفة لكن فرد الجمهور كوب التمييز هاي معرفة فصحابة قريب وطريب جموجته كوما نيني منصوب على التشبيه بمفعول به يدو جيان غابي يابيل جيان كوانزا نرفعه إما الفاعلية أو البدلية يبيلي النصب النصب إما معرفة أو نكرة إكو معرفة لازم أن يمت الشبيب المفعول به إكو نكرة لازم أن يبيلي إما كفاية الشبيب المفعول به أو كفاية نيني تمييز نتمييز له أولى كتك نيني كتك نكرة الوجه الثالث وجهي وتاترو الجر نكجوريش إلى نيني معمول يصفة مشبه وذلك بإضافة الصفة يتقونيني صفة تقول مضاف نيل معمول تقونيني مضاف إليه سمررت برجل حسن الوجه مررت برجل حسن
وجهي. هسه حصل مضاف الوجه مضاف اليه. وعلى هذا الوجه وجه النصب ففي الصفة ضمير مستتر مرفوع الفاعلية. وجه ونصب وعلى هذا الوجه أنا قصده وجه لين ورجر ما نمتجمو شو وجه النصب هي وجه النصب بس ففي صفة ضمير مستتر مفعول. هي صفة تقوين الضمير وصوابه مرات في الفاعل برجل جر مجرور صفة حسن تقول نعت سيو. طيب مع مولياك سندو هنا ساسا نفايل كوابي ضمير مستتر هابا تقول ضمير مستتر نهابا تقول ضمير مستتر هابا ضمير مستتر وكفاية بدلية كفاية فاعلية حكونا ضمير مستتر. وأصل هذه الأوجه الرفع أصل يجهيزو تنيني لرفع سو نجه تاتل هنا رفع نصب نجر لكن أصلي نرفع وهو نهي رفع دونها في المعنى ندون مجموعات كمعنى كي معنى رفعني دوغو لكن أصلي يي سأقول لكم بس إنجيل كتير دي أصل لكن معناك هو شنو الفرع واضح ويتفرع عنه نصب كيش يتقال رفع نصب وتفرع عن النصب الخفض كيش نكوجا نيني بس أصل هينو كيش نكوجا هينو كيش نكوجا هينو لكن هي عنده أصلي لكن ما ناك نشاش كل كويس قلين وصاب حبه كسيما مررت برجل حسن وجهه من بتيام شو بكون بني مزوري وسواك وسيفوس وطول ile maana kuna katika juzu au lakini hapo ukisema marartu bi rajulin hasanin marartu bi rajulin hasanin zuri wajhan au hasanil wajhi wazi hakuna dhamira mkubalini ilishikana hino kwenda kwa nani kwa sifa mkubalini mwanzo bi rajul hasanin mtu mzuri ufika mambo yote ni mzuri kisha ndo nini tuleta ile tamizi na nini lakini hapa hasa wajuhu mikaid sasa hii ni juzi ile kama ni kuli na kuli ni kubwa kuliko nini naam hii na tanwin hii na tanwin abu haina tanwin hino wazi مررت برجل حسنين وجها برجل حسنين الوجه حسنين الوجه يعني تقيته بلا أصبح لي ينفان إني تشبيه مفعول إلي إلي وتوندوشي كن مضاف هذا طيب هي أنني يسيت كتكازي لأسماء بقوم فني كازي يفعل ساسا تريجر كاسابة واسم التفضيل نصب نيني يا تفضيل وهو صفة نون صفة الدالة إن يكجلش على المشارك وشركيانا وزيادة كزيد اسم تفضيل نصفة إن يكجلش نيني كوان باكونا مشركيانا بين واتوهيلي وبين فيتوهيلي كيشا كلنا زيادة زيد أكرم من علي سيو كلش نيني زيدنا علي وتو مشركيانا كتكو كريم لكن زيد مشين دانين علي سيو محمد أشجع من زيد كلشانين كبا وتو مشركيانا كتكا وشجاع لكن وشجاع مزيد كوناني كمحمد ويلي دال على مشاركة جريشة كشركيانا وزيادة كزيد كأكرم كما يو أكرم كسيما محمد أكرم من علي كما وقت نيني وكريم لكن يولي وقواز من مزيد إلي سيفة كرم ويستعمل بمين هي اسم تفضيل
yustaamalu min, hutumio kwa min. Zaidun akramu min Aliye. Wa mudhafa inakira na hutumio kuthifio katika nakira. Hutumio katika nini? Hakuna min. Ya kwanza kuna min. Ya pili waithifio katika nakira. Sawa. Ahsanu rajulin. Ahsanu rajulin. Zaidun ahsanu rajulin. Kifanin? Hakuna min. Ile ismu tafdhil umedhifia katika nakira. Fayufrad yadhakka. Basi kwa hivyo lazima ismu tafdhil ifanye mufrad kisha ifanye mudhakkar. Ismu tafdhil ikiwa utaitumia kwa min au kaitumia kwamba ni mudhaf ila nakira, basi ismu tafdhil lazima ni moja ni mufrad na ni mudhakkar, hata kama yule mwenyewe ni muannath au ni wawili. Sio? Ar-rijalu afdalu min nisa'i. Ar-rijalu wanga? Wengi lakini afdalu. Sio? Az-zainabatu afdalu min hunud. Ah, Zainabu wa shinda hunud wa mahind. Sasa afdalu, kwa tumia afdalu kwa sababu gani? Kwa tumia mimi badaki. Kwa hivyo ni afdal. Wa bi al, na hutumio kwa al. Ya kwanza kwa manini ismu tafdhil tumio kwa min. Afdalu min. Ya pili hakuna min, lakini adhifiwa katika nini? Katika nakira. Afdalu rijali. Ya tatu bi al, ile ismu tafdhil ina al. Fayutabiku, basi kwa hivyo itatabikiana. Yani itakuna sambama na ile ya nyuma. Ikiwa ismu tafdhil na al, basi lazima ende sambamba na ile mafdhul ali mufaddal min. Sio sema nini al akbar al afdal. Sio sema ti al ismu tafdhil lazima ende sambamba na huko al waladu al akbar al waladani al akbarani. Sio al auladu الأكابر البنت الكبرى إذا سبابا نائل نائل يوم ومضافا لمعرفة نهو تميو بيا كما نيني يذفير كمعرفة كما نيني ويتميو نيني اسم تفضيل مضاف نمضاف ليه نيني ني معرفة فوجهاني بس وكي تميو هيفو kuna njia mbili. Yaani njia mbili vipi? Mutabaka na adu mutabaka. Uwezo kufanya iende sambamba na ile nyuma na isiende sambamba. Wala yansibu al-maf'ula mutlaqan. Na ismu tafdhil hainasibishi maf'ul mutlaqan. Bas ismu tafdhil haitaki maf'ul wala hainasibishi maf'ul. Wala yarfa'u fil ghalibi dhahiran illa fi mas'alati al-kuhli. Wala yarfa'ishi kighalibu ismu dhahir ismu kama salama moja tu. Ismu tafdhil maamul yake inakuwa ni marfu, maamul yake hayi mansub. Sawa, na hiyo maamul ghaliba inakuwa ni dhamir. Zaidun afdalu min sa'idin, afdalu huwa. Sasa maamul yake inakuwa ni dhamir. Wala hairufaishi ismu dhahir ismu kama salama moja baitu masalatu al-kuhl ambu kubata yelezo kubelu. Itu nini masalatu al-kuhl. Annau sabi' sampuli ya saba minal asma alati katkele masma ambu kwamba ta'amalu amal fi'li yafanya kazi fi'li ismu tafdhil. Ismu tafdhil. Kumisuma ismu fa'il. Tukasoma nini? Ismu maf'ul. Tukasoma asifatu mushabbaha. Tukasoma al-masdar. Sio? Tukasoma ismu al-fi'li. Sasa hii ni ya ngapi? Ya saba. Kuna moja tumesahau. Ha? Sio mbala katika ismu al-fa'il. Pale pale kuna moja tumesahau. Nitarejea nyenye nitaangalia.
wamehesabu sio bala sio atib amehesabu amthia tu bala ya nne imefanya wa huwa na hiyo ismu tafdhil asifa ni sifa adala yenye kujulisha ala almusharaka kushirikiana wa ziada na kuzidi nahu afdal wa a'lam wa akthar ukitumia kilima cha afdal a'lam akthar kunacho kwa nini watu wawili wameshirikiana katika sifa hii lakini moja imezidi kwake ndio pale Sheikh Sharawi akasema Nabii Musa alikuwa ni fasihi subhanahu aliposema huwa afsah minni huwa afsah minni la harun yafsah zaidi kul mimi kul chanini yapi ni fasihi akatoa pale katika nini katika ile afsah وبدل على مشاركة مع زيادة وله ثلاث حالات إن اسم التفضيل إن حالتات حالة حال يكوانزا يكون فيها لازمة لإفراد تذكير لازمة يفني إفراد تذكير لازم اسم التفضيل يفني نين يفني إفراد يفني التذكير وذلك في سورتين أو كلك سورة بيلي يعني بكم لازم يفني إفراد التذكير كالغنيني سورة بيل إحداهما أن يكون بعده من جار المفضول إيو يكون من إن يكون ديشي المفضول كقولك زيد أفضل من عمر والزيدان أفضل من عمر والزيدون أفضل من عمر وهند أفضل من عمر والهندان أفضل من عمر والهندات أفضل من عمر هنا yote afdal zote mume mmoja mke mmoja mume wili mume wengi mume wengi zote ni afdal wala juzu ghaira dhalika wala juzu ghairu dhalika wala fai nyingineyo qala Allah ta'ala dalili sasa qalu la yusuf sio qalu la yusuf abandika li yusuf ajabu kwamba watu kusema katika Qur'an hizi tabaat ushakishi kusema tudapi sisi ikiwa katika nasi za Qur'an kuna makosa hizi nusha zikusika zile nyingi sana lakini nasi za Qur'an kukosa wa ni shida li Yusufu anadika li Yusufu sini la Yusufu la Yusufu wa akhuhu Yusufu na akhuhu wagapia ويلي احب احبنا دكزات لا يوسف اخوه احب الى ابينا منا وقال الله تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكين ترضونا vitu vingapi hivyo tukitaja wengi kisha nini ahabba ilaykum min Allah rasulihi wajihad fi sabili zote kuja kani ahabba kwa ifrad tadhkir fa afrada fil ayat al ula ma al ithnain wa fi thaniya ma al jamaa yani mfanye ifrad katika ya kwanza pamoja na wawili yusuf ndugu yake na katika pili pamoja na vitu vingi wasendo nini sura ya kwanza ambapo kwamba kuna ifrad na tadhkir athania sura pili ayakuwa mudhafa ila nakira iwe yadhifiwa katika nini katika nakira fatakulu zaidun afdhal rajulin zaidu افضل رجل افضل رجل هو افضل مضاف لرجل مضاف اليه لرجل نكره والزيدان افضل رجلين افضل رجلين والزيدون افضل رجال وهند افضل امراه والهندان افضل امراتين والهندات افضل نسوه يبقى كده في الافراد نانيني التذكير وحال يكون فيها مطابق موصوف الى سبابا يتبقيانا يفقيانا نيني نموصوف وذلك إذا كان بآل إكوين آل نحو زيد الأفضل والزيدان الأفضلان
والزيدون الأفضلون وهند الفضلى والهندان الفضليان والهندات الفضليات أو الفضل وإذا قسموا فضليات هني فضل يسمى يقول السبامبا وحال يكون فيها جائز الوجهين ويزن جنبين وفي مطابقة نا استفاني نيني مطابقة وذلك إذا كان مضافا لمعرفة يكون مضيفه كمعرفة تقول الزيدان أفضل القوم الزيدان أفضل القوم هبا هكونا مطابقة وإن شئت قلت الزيدان أفضل القوم وكذا في الباقي لكني وعدم المطابقة أفصح يفعل جنبيلي لكن عدم مطابقة أفصح ونيني كسب القرآن يقول إيفو قال الله تعالى ولا تجدن ولا تجدنهم زيو أحرص الناس على حياته ولا تجدنهم أحرص الناس على حياته ولم يقل أحرصي بالياء إن أحرصينا وقال تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها أبي فن الجمع فطابق هي يبيلك طابق ولم يقل أكبر مجرميها بس آية بيليز آية موجة مكوجة وعدم مطابقة نهاية نجيل منيني مكوجة مطابقة كونش يقول منيني يفان جزوت بيل وعن ابن سراج أنه أوجب عدم المطابقة ابن سراج يسمى بان حكونا لازم يسيبتكاني مطابقة لازم منيني يوي إفراد لكن رد عليه بهذه الآية إنه لكن مرقش وهي آية أكابر مجرمية هي آية من تمك شيخ وده سما بينك ده سما سكين اللي بعدين يقول كويم متوكة أكما هي سو زماني هو مفاد القرآن يعني سما أول علم حفظ القرآن زماني ما زوج تقصوم ما زوج يفاد شو القرآن القرآن شيء شنجي أساسا نوريني ودو قصومنا زمان سويس مكوا كيف كيف يجيني سويس سويس كي كشان زوج تامك تبان هوي نصاري ساس لكن بيشو ترينكال ترينكال قولي والله أعلم ساسا يدوكو جاني ساسا نزل أحكام ذا اسمه تفضيل نعم شاء اسمه علم نعم علم علم جنس نعم ويجوز أن تطبقها بإزاء صاحب بعض الحقيقة من حيث تقول أسامة أشبه من الأعلى كما تقول على أسد وأشبه من الأعلى أساس إبارة عندما ويجوز أن تطبقها بإزاء صاحب بعض الحقيقة يعني مقابل حكه نحكه ويزق يتميها مقابل حكه وكله يعني وسنين يسمى يجوز أن تطبقها في يعني. إيه في مقابلة صاحب هذه إيه صاحب حكهينه والجنس جنسيين جنسيين فيشة أسمى من حيث هو يعني من حيث هو الجنس تقول أسامة أشجع من فؤالة يعني أسامة أشجع من فؤالة عايز أقسم لك كما تقول الأسد أشجع من الثعلب كما بيكتب يا بيلي الأسد نعم أي صاحب هذه الحقيقة أشجع من صاحب هذه الحقيقة ولا يجوز أن تطلقها على شخص غائب يعني إنه علم الجنس ويز كتومية كون بها يوكو مثلا من أيوة تكون اسم فلاني كومو نسيمبا ndio nisimba tunaweza kumuita nini usama sawa hizo tuko hapa yuko ni simba sawa unaona madha faala usama tukatilikia hayuko yeye haikiki hivyo alimu jinsi paka yuko hapa sawa hadha usama tumukbilan sawa
yanamtalikia ile Simba yote. Unaweza kumwambia Usama. Lakini yuko hapo. Naweza kutalikia jinsi kwa jinsi. Lakini huwezi kumzungumzia Simba fulani ukatumia Usama. Unaona? Ndio tofauti ya nini na kila na hiyo. Allah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.